الآن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، كما وأصدر السيسي قرارا بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن التعاون الفني والموقع في القاهرة في ديسمبر 2018، ونشر القراران في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وولي عهد أبو ظبي عقدا جلسة مباحثات أكد خلالها الرئيس على المكانة العزيزة التي تحظى بها دولة الإمارات الشقيقة لدى الشعب المصري، مشيدا بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين، كما أكد الحرص على مواصلة الارتقاء بأطر التعاون المشترك مع الإمارات في شتى المجالات. أعلنت إبراشية بني سويف السيطرة على حريق محدود بكنيسة السيدة العذراء مريم بمطرانية بني سويف نتيجة ماس كهربائي، وبحسب بيان صادر عن الإبراشية وتوابعها أكدت فيه أن جميع قيادات المحافظة ومديرية الأمن تواجدوا في مكان الحريق وأنه لا توجد أي خسائر في الأرواح وأنه لا توجد أيضا أي إصابات، مضيفة أن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف قام بالاتصال بالأنبا غبريال أسقف بني سويف للإطمئنان ومتابعة الأمر. استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات كافة، وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.19%، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.1%، وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%. شاركت مصر في اجتماع مجلس إدارة مبادرات سمارت أفريكا الذي عقد في إطار فعاليات قمة تحول أفريقيا 2019 والتي تستضيفها العاصمة الرواندية كيغالي. هذا وتهدف المبادرة إلى استخدام وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل دفع سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية ومواجهة تحديات التنمية المستدامة في بلدان القارة. هذا وشارك دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نيابة عن رئيس الجمهورية في اجتماع المجلس. قدمت مصر متمثلة في وزارة الخارجية والقوات المسلحة المصرية مساعدات إنسانية لكل من ملاوي وموزمبيق وزيمبابوي التي تأثرت بإعصار إيداي. هذا وقد تمثلت المساعدات للدول الثلاث في خيام للإيواء ومواد غذائية ودوائية، حيث وصلت اليوم إلى العاصمة الملاوية للينغوي طائرة شحن عسكرية مصرية تحمل المساعدات المقدمة من مصر إلى الأشقاء في ملاوي، كما ومن المقرر أن تصل في 18 من مايو الجاري طائرة أخرى تحمل مساعدات طبية لدعم القطاع الصحي الملاوي في التخفيف عن عشرين من تنظيم داعش الإرهابي في حملة عسكرية ضد الإرهابيين بمحافظة دير الزور شرق سوريا. وأوضحت القوات التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية في بيان بدء حملة ضد الإرهابيين الذين لهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي، واعتقلت حتى الآن 20 متطرفا وصادرت أسلحة في عملية أمنية، كما كشفت بعض المخابئ ونفقين كان يستخدمها الإرهابيون لشن الهجمات على الضفة الغربية لنهر الفرات وفي المنطقة الصحراوية منها. الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق الجولان السوري المحتل. وأكدت الوزارة أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وأن سوريا ستعمل على إعادته بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم، مضيفة في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن سوريا تؤكد دعمها للمواطنين العرب السوريين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي ورفضهم قرار ضم الجولان السوري إلى كيان الاحتلال ولسياسة نهب الأراضي والممتلكات
التي يتبعها في الجولان. أكد وزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران لا تسعى لاشتباك في المنطقة، ولكنها لطالما دافعت وستدافع عن مصالحها بقوة. وأعلن ظريف بعد اجتماعه بنظيره الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو أن الاجتماع بحث مستجدات المنطقة والإجراءات الأمريكية وكيفية الحفاظ على الاتفاق النووي في حال رغب المجتمع الدولي ذلك، مشيرا إلى أن وزير خارجية اليابان أكد تمسك بلاده بالاتفاق النووي وكذلك رغبة طوكيو في مواصلة طرقها الدبلوماسية لاحتواء التوتر في المنطقة. أعلن مبعوث الصين لشؤون نزع السلاح لي سونغ أن توجيه الردع النووي ضد البلاد غير النووية هو استعراض لسياسة القوة والهيمنة. وأضاف سونغ أن سياسة الردع النووي القائمة على استخدام السلاح النووي أولا تعد في حد ذاتها أحد التهديدات الكبرى على السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن الصين لم تطور أسلحة نووية بغرض تهديد البلاد الأخرى ولا تشارك في أي سباقات تسلح نووي، كما أنها لا توفر مظلة نووية لبلدان أخرى ولا تنشر أسلحة نووية في بلدان أخرى. ورياضيا، يستضيف الفريق الأول بالنادي الأهلي فريق أنبي في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت، وذلك في مباراة مؤجلة من الأسبوع 30 بالدوري الممتاز. ويدخل الأهلي المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، فيما يدخل أنبي محتلا المركز التاسع برصيد 36 نقطة.